بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق 15 لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس مجموعة آل شريف ومصانع التاج وكأس عالي سبرنت وكأس الواهو للجياد العربية، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر سباق سمو الشيخ محمد بن راشد بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وسمو الشيخ هاشم بن محمد بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفة وممثلو الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد تم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بتقديم كأس الواهو إلى المضمر الفائز عبد الله كويتي، فيما قام السيد عيسى خالد آل شريف بتقديم كؤوس مجموعة آل شريف، حيث قدم كأس الشوط الثالث إلى الشيخ عيسى بن دعي بن سلمان آل خليفة، وكأس الشوط الرابع إلى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة، وكأس الشوط السادس إلى سمو الشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفة، فيما قدم السيد عبد الله عيسى نجيبي كأس شركة التاج للشوط الثاني إلى الملك الفائز عبد الله فوزي ناس، وكأس شركة التاج للشوط الخامس إلى الملك الفائز ناصر علي المؤمن، ثم قدم الشيخ عيسى بن دعي بن سلمان آل خليفة كأس عالي سبرنت إلى المضمر الفائز جيمس نيلر، وقد اشتمل السباق على 7 أشواط.